في ايه يا دعاء؟ مالك يا اختي كده حايسه وليصه ومش على بعضك؟ يلا يا ماما خش البسي عندنا شغل. شغل ايه يا بنتي؟ انت ازاي هتنزلي الشغل وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ انت برضو مصممه يا دنيا؟ يا اختي ما كله قرف وتعب واحد، وما دام تعب بتعب يبقى نختار التعب اللي فيه مصلحتنا يا اختي. ده ايه الحكم دي كلها؟ الدنيا بتعلم يا دعاء، والكباري يا اختي بيعلم اكتر. يلا يا ماما خش البسي عندنا شغل. يا ريتني ابقى زيك يا دنيا، مش فارق معايا حاجه. يا اهلا اهلا يا بهواتي. بهواتي من امتى الزبور عندك؟ ساعه بقيت ضيوف عطر بيه. اتفضل. هو عطر بيه لسه ما وصلش ولا ايه؟ موجود جوه في المكتب مع عزام بيه، حالا اديله خبر. استريحت. اي خدمه ثانيه يا بهوات؟ ربنا يكرمك كده 100 100. هنية الزياده دي تقلق يا عم حرب. يا عم وهم لازم يعملوا كده لحد ما يوصلوا على الاقل اللي هم عايزينه. وبعد ما يوصلوا يا صاحبي ساعتها هنلاقي الف حلال بقى عامل ازاي. المهم انت انسى دلوقتي ومتع عينيك بالقشطه اللي غرقانه في العسل النحل. هو انت ما بتشبعش ابدا؟ اشبع، وفي احلى من الحريم في الدنيا يا زين. انا بالنسبه لي هي واحده بس يا حرب اللي شايفها، مش عارف اشوف غيرها يا اخي. انا مش عارفه يا اختي انت جايلك نفس ازاي ترقصي النهارده وعم رزق لسه ميت كده. بقول لك ايه يا دعاء، ما تقلبيش يا اختي عليا المواجع. اللي مات مات، واللي مات يا اختي عمره ما هيرجع. يلا جهزي قدامنا 5 دقايق عشان النمره بتاعتنا تبتدي. اهلا اهلا يا حربي. اهلا عنتر بيه، ازيك يا زين النهارده؟ الحمد لله احسن من امبارح. ايه الشياكه دي؟ هو من بعد ما عندكم يعني؟ اقعدوا اقعدوا. ناقصكم حاجة؟ لا تمام يا عزام بيه والله، يعني سعادتك عامل واجب وزيادة. ولا زيادة ولا حاجة، احنا نحب نخدم الرجال اللي يشتغلوا معانا ونغنغهم اخر نغنغة. يدوم العز عن تربية. بس يعني ده كتير قوي. ولا كتير ولا حاجة، مش كتير عليك ولا على زين ولا يا عزام؟ طبعا عن تربية. طيب سيبكم انا بقى تشوف شغلكم وروح اشوف شغلي. انستوا الرجالة. هو احنا هنتكلم هنا؟ ايه؟ هنتكلم هنا؟ نتكلم ايه ونتحدث ايه؟ احنا هنشربوا كاسين، ناكلوا لنا لقمتين، وبعدين نتحددوا على كيفنا. الليل لسه طويل. الله عليك يا عنتر بيه، واحنا بقى بتوع الليل واخر. ايوه جم، وعنتر قاعد وياهم دلوقتي. طبعا اول ما يوصل معاهم لحاجه هبلغك. انت هتيجي تعمل ايه يا رشوان؟ ما انا قلت لك هتصل بيك وابلغك. خلاص خلاص براحتك. سلام. زين عامل مصيبة في الصالة. مستشفى يا بنت. بتضحكي شوية؟ انت بالذات تسكت خالص يا ابني. خلاص يا عزام بيه، خلاص حصل خير. المعده ورا اللي هيعرب منه وكسر له دماغه. ايه في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ عمك يا سعد، ايه اللي بيحصل ده؟ حربي
خد زين واطلع لدكتور. يلا يلا بينا زين. يلا زين يلا اطلع يا زين. بقول لك ايه، عايزك تاخد الرجاله وتطلع ورا العيال دول، تتاكد انهم خرجوا من كباريه، والواد اللي اسمه زين ده ليه ما تعتبش كباريه تاني. يلا. ايه يا عزام؟ ايه يا عزام؟ ما انت فاهم الظروف يا اخي. وزي الشيطان وخلصت. وزي الشيطان، انا اللي غلطان سمعت كلامك وادخل الاشكال دي كباريه عندي، بقى الكباريه بتاع عزام. يحصل في كده؟ خلاص يا عزام خلاص. ماشي يا عنتر ماشي، انا هصبر بس لحد الظروف دي ما تعدي، وبعد كده انا ليا تصرف معاه. بلغ صاحبك الصايع ده الايام وبيننا، وبعد كده هعرف اخد حق تالت ومتلت منه. ايه ده يا زين؟ ايه ده كده؟ اوقف اتكلم معايا امال. الله، قلت لك اقصر دعاء عن دنيا يا حرب، عملت لي ودن من فين ودن من عجين. محدش بيعمل حاجه غصب عني. ماشي يا حرب، وانا كمان هعمل اللي في بالي، ومحدش هيمنعني يا حربي. استنى بس يا زين. الله، انت كده هتبوظ لنا كل حاجه. ان شاء الله تخرب. انا هبعد الدنيا عن دعايا حربي، ان شاء الله اقتلهم هما الاثنين. استنى بس يا عم زين. الله، وقفني يا حربي. يا زين بطل الكلام بتاعك ده. ايه؟ ها؟ ماله زين؟ هو زين كده طول الوقت عنده عصب مكشوف. ويعرف ده منين؟ متربين مع بعض عن تربيه، ويعني معلش معلش عن تربيه، انا مش عايزك تزعل من اللي حصل يعني، ولا تزعل من زين. هو غشيم ومدب بس قلبه ابيض وطيب وصاحبي، ويعني لو احتجته في اي حاجه الاقي كتفه في كتفي، ولو حتى فيها موته. تعجبني جدع وشاف. طيب سيبك بقى من زين وخلينا فينا احنا، انا ان شاء الله عن تربيه هريحك على الاخر. انا بقول لك ايه، ما تيجي معايا ها، هنقعد كده حته هاديه ها عشان نعرف نتكلم، ايه رايك؟ ماشي يا عنتر بيه. يلا بينا. اتفضل. خلاص بقى يا دعاء، حرام عليك نفسك، كفايه عياط، الموضوع خلص خلاص. هو ده اللي خلص يا دنيا؟ انت عارفه يعني ايه زين يشوفني انا بالمنظر اللي انا كنت فيه ده؟ يا اختي ما يشوفك. هو انت كنت عملتي ايه؟ ايه دي بقى، حرام عليكي. انا عمري ما هعرف ارفع عيني تاني، عيني هتفضل مكسوره قدامه طول عمري. بقولك ايه، بطلي هبل عشان الكلام ده بيحرق دم. يعني انت شغلك هنا احسن من الكافيتيريا؟ ما طبعا احسن من الكافيتيريا. ولا اصلا البيه بتاعك كان جاي هنا يعمل ايه؟ ما كان جاي يسهر ويشهيص، ولا هو يعني حلال عليه وحرام علينا احنا؟ احنا هنا جايين بنشتغل، مش جايين نسكر ونتسرمح. تفتكر يا دنيا زين ممكن يسامح لي وينسى اللي حصل ده؟ بتقولك ينسى؟ بقولك ايه، انا مش هرد عليكي، لان الكلام اللي بتقوليه دوت مش دخل ذمتي بنكلة. لو بيصرف عليك يا حبيبتي خليه يقطع المصروف، يا اما يروح يعد الارض. اهدي اهدي يا ماما، اعرفي مصلحتك فين. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك وانت لسه في عز شبابك. خليني بقى اروح اشوف عزام، ده تلاقيه زمانه دلوقتي مولع. ما هو كان بيجي قبل كده بسلامته علشان يشوفك، اشمعنى المرة دي لما شاف الست دعاء اتجنن وشاط وعمل قلق ده كله؟ هنعمل بس يا عزام بيه، عقله صغير نمنمة عصافيري. بنت انت، انت هتلف وتدور عليا، هات من الاخر احسن. ما هو بصراحة صراحة بقى، من الاخر الواد زين بيحب دعاء، وفي بينهم كده نظام ان هم صغننين. حبيبتي القلب يعني، حاجة كده يعني. وطبعا هو ما كانش يعرف انها بتشتغل هنا. بس عارف دلوقتي. ما تخافش يا عزام بيه، انا حوصي حربي ان هو يعقله، وكل حاجه هترجع زي الفل وزي ما انت عايزه اكتر كمان. طب دلوقتي بقى بعد الغندور، ما شاف الغندوره وهي بترقص وبتغني هنا، تفتكر الست دعاء هتكمل معانا ولا مش هتقدر على زعل الباشا؟ هي وشوقها بقى. انا اهم حاجه عندي زعلك انت يا عزام بيه والله، اصل هي وزين من طرفي ما ينفعش. لو انت عايزاني ما ازعلش منك فعلا، لازم تقنعي دعاء انها تكمل معانا شغل هنا. اشمعنى؟ انت هتخشي لي قفا يا بت. لا يعني مش قصدي، بس يعني انت اول مره اشوفك كده متمسك بحد بالشكل ده. ايوه يا ستي، اصل بصراحه كده
رشوان بيه معجب بيها، ورشوان بيه ده صاحبي وانا ما اقدرش على زعله، فانا عايزه تفضل وياه، وقدام شويه كده انا حرميله بنتين ثلاثه لحد ما تعجبه واحده تانية، ساعتها بقى تقعد تمشي تغور في 60 داهيه مش هتبقى فارقه معايا. انا كده بقى فهمت. ما تخافش يا عزامبي، انا هقعد معاها وحلين دماغها كويس قوي، وساعتها بقى تبقي حبيبه بابي. والنعمه ده بس اللي يهمني يا حبيب قلبي يا بابي. يا كدابه. اتفضل يا حربي. يزيد فضلك يا عنتر بيه. هنا بقى نتكلم براحتنا بكل رواقه. مش كنا جينا هنا من الاول؟ اهو ما كانش حصل اللي حصل ده. فوتك ولا اللي حصل؟ تعالى نتكلم في اللي هيحصل. ايه رايك يا حربي نبدا صفحه جديده؟ ها وانا وعدك وعد شرف محدش يأذيك. انا عارف انك مأمن نفسك زين عشان اللي حصل، يعني ايه قولك؟ ماشي يا عنتر بيه، نبدا صفحه جديده بس ما يبقاش فيها غدر. انا وعدتك وعد شرف. المشكله مش فيك يا عنتر بيه، المشكله في التانيين دول، عم رشوان وعم عزام. واحد عصبي ومتهور وراكب دماغه، والتاني ما اعرفش حاطط نقره من نقرنا ليه. من الاخر كده دول غلاويين ومش مضمونين. انا وعدك محدش منهم يقدر يقرب منك. ماشي، بس النوبة الجاية ما فيهاش رجوع. عارف يا حربي، لو صدقت معايا تبقى واد جدع راجل اخدمك بعناية التنين. قول لي ايه اللي في دماغك؟ والله يا باشا اللي في دماغي كل خير. طب قول لي عليه، فهمني، خلينا معاك على الخط يعني. الحقيقة عنتر بيه أنا عندي اقتراح هيريحنا ويريحكم على الآخر. دو إيه؟ البضاعة دلوقتي كانت خارجة من مخزن رشوان رايحة مخزن عندك، صح الكلام؟ إيه، وبعدين؟ واللي أنا فهمته إن البضاعة بتروح على مخزن رشوان، ومن هناك بتخرج وتتحط في عربية من عربياته، والعربية دي بتوصلها لحد المخازن عندك، ومن عندك بقى الله أعلم بتروح على فين. كل ده بيحصل ورجالتكم اللي لا مؤاخذة يعني ما يسووش 3 مليم ماشيين وراها من هنا لهنا لهنا، بيراقبوها ويأمنوها ويعرضوا نفسهم ويعرضوكم للخطر. أنا بقى شايف إن كل ده ملوش أي لازمة. قصدك إيه؟ قصدي يعني إن إحنا مستعدين نقوم بالدور ده مكانكم، نبعد عنكم المخاطر دي خالص، نستلم ونوصل ونسلم. يعني من الآخر كده نستلم إحنا البضاعة، وسعادتك تقول لنا على المكان اللي عايز توديها فيه، وإحنا نوصله بمعرفتنا. ايه يا حربي، واحنا طراطير ولا ايه؟ قاعدين طراطير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ليه بس يا عنتر بيه، انا قلت حاجه غلط؟ لا، كلام مش غلط لكن صعب. صعب قوي يا حربي. صعب ليه بس يا باشا؟ صعب ليه؟ ده احنا كده هنوفر عليكم مخاطر ملاش اول من اخر، وكل ده يعني في مقابل عموله بسيطه ليا انا ورجالتي، واكيد العموله دي هتبقى اقل بكتير من المصاريف اللي بتصرفوها على تامين عمليات النقل والمراقبه. وطبعا اول عمليه هتكون البضاعه اللي عنديكم، وهتبقى بدايه يا باشا، واوعوا جربونا فيها. والله مشيت الامور تمام التمام، وانبسطتوا مننا ندخل معاكم في اللعب. ما ارتحتوش خلاص، انتوا عندكم بضاعتكم واحنا عندنا العموله بتاعتنا، وخالتي وخالتك وتفرقوا خلاف. حلو الكلام؟ مش عارف اقول لك ايه يا حربي. قول على البركه يا باشا. مش سهل يا حربي، مش سهل. انا مش بشتغل لوحدي، لا، انا بشتغل مع ناس كبار، هم اللي يقولوا او يقولوا لا. قصدك يعني على رشوان وعزام بيه؟ رشوان وعزام دول زي زيهم، فيه ناس فوق. عدلي بيه. عدلي بيه ده مجرد برسال، فيه ناس فوق
فوق، في ناس فوق كمان يا باشا. ده زي الافلام بقى، يعني الراجل التاني والراس الكبيره والحاجات اللي بنشوفها دي. يعني احنا بنشتغل مع ناس كبيره قوي، مفيش قلوبهم رحمه، محدش يقدر يوصل لهم ولا يقرب منهم. تعرف احنا عندنا سنين طويله ننحتوا في الصخر عشان يطمنونا ويوافقوا ان احنا نشتغل معاهم، فهمت؟ بس احنا يا باشا دخلنا اللعبه دي بصدفه كده، وبقينا عارفين كل حاجه، وبتهيألي برضو البضاعه اللي عندنا دي اللي تساوي ملايين ممكن توفر علينا السنين الكتير اللي سعادتك بتقول عليها دي، وتدخلنا في اللعبه اوام. على العموم انا هقول لهم ولو اني حاسس يعني انهم مش هيوافقوا. بلاش نقدر البلا قبل وقوعه يا باشا، وبرضو يعني ايه، طالما سعادتك بتقول ان هم ناس كبار يبقى اكيد تفكيرهم هيبقى كبير زيهم وهيدونا فرصتنا. وبرضو يعني كلمتين كده من سعادتك تزكينا عندهم هيبقوا حلوين قوي، واحنا يعني مش هنقصر رقبتك قدامهم. ولو رفضوا؟ لو رفضوا بقى يا باشا يبقى عوضهم على الله في البضاعه اللي عندنا، وزي ما سعادتك قلت البضاعه اللي عندنا دي تساوي ملايين، ومفيش حد مجنون اليومين دول يفرط في الملايين كده بسهوله، صح ولا انا بتكلم غلط؟ الولد ده خلصت معاه ولا لسه؟ انت لسه في كباريه؟ ايوه، ومعايا رشوان. ايه اللي جابه ده؟ الي جاي يطمن. المهم الولد ده لسه عندك؟ لا، قال اللي عنده ومشي. وصلت معاه لايه؟ بقول لك ايه، مش هينفع في التليفون، مجهول على العوامه، يعني نقعد نتكلم براحتنا. طيب هنشوف يا عنتر. ها قال لك ايه؟ عايزنا نروح للعوامة.